السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد وسؤال مهم جدا. هل ممكن السلطات السويدية تمنع إصدار أو تجديد جواز لمواطن سويدي لسبب ما؟ الجواب طبعا نعم، لكن كتير ناس مثلا ممكن تسأل هل أنه إذا شخص عنده دين وهو موجود خارج السويد السفارة بترفض أنه تجدد له جوازه؟ الجواب لا، أنه السفارة بهيك حالة عادي بتعطيه الجواز. لكن الحالات اللي ممكن السفارة أو حتى البوليس داخل السويد يرفض أنه يمنح أو يجدد جواز سفر لمواطن سويدي كتير، رح أذكر منها باختصار. على سبيل المثال، إذا كان الجواز لطفل وأحد الوالدين غير موافق على استصدار هذا الجواز، يعني ما وقع مثلا الأب أو الأم، أحدهما ما وقع على أنه هذا الطفل يصير عنده جواز سفر، فهيك بهيك حالة البوليس أو الشرطة ممكن ترفض منح جواز السفر، بالإضافة إلى حالات كتير من هالأشخاص المحكوم عليهم بأحكام السجن وما طبقوها، في احتمال أنه هني يغادروا البلد قبل ما يطبقوا هذا الحكم. يعني معظم الحالات تتعلق بأشخاص عليهم أحكام سجن، بالتالي الشرطة أو حتى السفارة بترفض أنه تجدد أو تمنح الجواز لهذا النوع من الأشخاص. وحتى أحيانا في أصحاب الشركات اللي في بعض الحالات بيكون عندهم مشاكل مع الإعلان عن الإفلاس، فقانون الإفلاس بيطبق عليهم أيضا في بعض الحالات، اللي هو أنه بيقرروا توقيف جواز السفر وعدم منحهم جواز آخر، يعني بصير عليهم حظر أنهم يستخرجوا جواز سفر، وهذا طبعا بحالات قليلة بيطبع لها تفاصيل قانونية كتير، يعني كتير. فأنا رح أترككم تفاصيل هذا القانون بالتعليقات حتى تطلع عليه في كتير من الحالات، لكن حاولت نلخصها بهذا الفيديو. شاركوا واستفدتوا من المعلومات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى يوصل للجميع. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.